شكرا عزيزي أيمن، شكرا على هذه الدعوة إلى مصر. ولعل نعقد هذا المؤتمر برغم ظروف الكورونا في بلداننا، على الرغم من ذلك هناك موضوع مهم وغاية هو في موضوع يهمنا جميعا أن نتباحث بشأنه. عزيزي جنيف، عزيزي أيمن، منذ أول لقاء لنا في هذه المجموعة في مؤتمر ميونخ للسياسات الأمنية، تطورت ديناميكية في المنطقة لم يتوقعها ويتنبأ بها أحد من قبل، فلم نعد نتحدث عن خطط ضم الأراضي. حدثت عملية من التطبيع بين إسرائيل وبين دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان وأن الفلسطينيين استطاعوا استئناف مفاوضات التعاون الأمني مع إسرائيل، وهذا من شأنه أن يخفض من شأن التوتر. ونحن ركزنا في هذا الإطار على الإجراءات بناء إعادة الثقة التي نستطيع من خلالها أن نمهد الجو وأن نساعد الطرفين للعودة إلى الطرف وأن نتحدث إلى طرفي النزاع، وسوف نتحدث مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وسوف نتحدث مع الحكومة المستقبلية الأمريكية كيف لنا أن نعيد إحياء منصات الحوار القائمة. ونريد أن ندمج في هذه العملية أيضا تلك الدول التي تستطيع أن تقوم بدور جديد بعد عملية التطبيع، ونحن متفقون جميعا على أننا نريد أن نساهم في استتباب السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ونعرف أن هذا الصراع يؤثر على صراعات كثيرة في المنطقة، ولذلك نريد أن نعالج تلك الصراعات القائمة في المنطقة لنجد حلا دائما لحل صراعات أخرى. نفعل ذلك كحكومة اتحادية من خلال قناعتنا بأن أفضل أساس لحل الصراع هو حل الدولتين للسلام في الشرق الأوسط، وأفضل مقوم لاستتباب الأمن في إسرائيل، وهذا يشكل لنا أهمية كبيرة في المنطقة، وهي أفضل فرصة أيضا لفرصة الفلسطينيين في تحديد مصيرهم، ولذلك نريد أن نساعد في الحفاظ على هذه الإمكانية حتى نستطيع أن نعيد إحياء المفاوضات في بيننا. ألمانيا سوف تظل ملتزمة تجاه إسرائيل، وفي نفس الوقت نبذل كل ما نستطيعه من أجل الحفاظ على حقوق الفلسطينيين. ونحن بالمناسبة دفعنا اليوم ثلثي مساهمتنا الطوعية في ميزانية الأونروا بما يعادل 13 مليون يورو. لذلك آمل أن هذا المؤتمر اليوم، لقاء اليوم والمؤتمر الذي سيلي ذلك في باريس، سوف يعطي محفزات جديدة للتعامل مع الإدارة الجديدة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط.